أعلن عمدة كراتشي مقتل معظم ركاب الطائرة الباكستانية المنكوبة وعددهم 107 ركاب. وكشف تسجيل أن قائد الطائرة أبلغ برج المراقبة بأن محركات الطائرة تعطلت وبأنه كان يحاول العودة إلى مدرج المطار. وقد تحطمت الطائرة المنكوبة فوق حي سكني خلال محاولتها الهبوط الاضطراري في مطار كراتشي جنوبي البلاد، وأرسل الجيش الباكستاني وحدات للتدخل السريع إلى موقع تحطم الطائرة للمشاركة في عمليات رفع الأنقاض ونقل الضحايا. ومعنا مباشرة من إسلام أباد الصحفي الباكستاني إبراء خالد. أهلا بك أستاذ خالد عبر سكاي نيوز عربية. أبدأ معك من آخر المعلومات، تحديدا هذه المنطقة المجاورة لمطار كراتشي حيث سقطت الطائرة. هل الأعداد وفق وسائل إعلام غربية هي أعداد بالمئات وقياسية كون هذه المنطقة مأهولة بكثافة بالسكان إضافة إلى 107 وهم ضحايا الطائرة الركاب والطاقم؟ نعم، الحقيقة المشاهد لمناظر الدمار في منطقة موديل تاون قرب مطار كراتشي يستطيع أن يؤكد، وحسب ما أعلنت وسائل الإعلام، أن هناك أكثر من 50 شخصا مصابا وبعضهم في حالة حرجة، وقد تكون هناك ضحايا، ولكن مناظر الدمار والبيوت المهدمة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الأضرار كبيرة، والأضرار البشرية أيضا قد تكون كبيرة، وخاصة أن اليوم كان يوما حارا جدا، وتحطم الطائرة حصل في تمام الساعة 2:44 ظهرا، أي في عز الظهيرة والحر، وكان الناس كلهم في بيوتهم تقريبا تحت المراوح والمكيفات، مما يعني أن البيوت المهدمة على رؤوس أصحابها قد يعني حصل فيها خسائر فعلا كبيرة. الأرقام إلى الآن أن هناك أكثر من 50 حالة حرجة، ولكن هذه المنطقة هي ملاصقة تماما لمطار كراتشي، يعني حيث أن مكان تحطم الطائرة لا يبعد عن المدرج سوى أقل من 100 متر، لأن الطيار كان يأخذ لفة في الجو ولم يفضل أن يهبط، كان يعني أشار طيب له في إطار جهود الإنقاذ. نتابع عبر وسائل إعلام باكستانية الآن بأن هذا مطار جناح الدولي هو متاخم لمناطق سكنية، كان هنالك تحذيرات متتالية بشأن سلامة الهبوط والإقلاع من هذا المطار. أيضا ضمن الصور التي يتم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن عدد كبير من الرحلات سابقا كان مهددا بحوادث أو كوارث مشابهة. نعم، الكوارث السابقة فعلا حصلت في باكستان، لكن في مطار كراتشي كانت قليلة، وذلك أن مدينة كراتشي مدينة ساحلية أصلا وليست فيها مباني مرتفعة. هذه الطيارة اصطدمت بالمباني، وهذه المباني فيها عشوائيات، لأن المناطق هذه تعتبر مناطق نائية عن المدينة وهي قرب المطار. آخر تحطم طائرة مدنية حصل في عام 2016 تقريبا، وراح فيها يعني ضحايا من المشاهير في ذلك الوقت. وهذه الطائرة أيضا كان فيها مدير قناة باكستانية شهيرة هي قناة 24 نيوز، وأيضا كان فيها مدير بنك البنجاب، وهذا يعتبر أكبر بنك حكومي في أكبر إقليم في باكستان وهو إقليم البنجاب، وبالإضافة إلى طاقم الطائرة وبالإضافة إلى حوالي 99 شخصا. المنطقة فعلا هذه يعني تعتبر، هي لا تعتبر من ضمن المناطق المنظمة، ربما هي أقرب إلى العشوائيات وفيها بعض المباني العالية، والطائرة هذه اصطدمت بأحد المباني مما أدى إلى زيادة الانفجار وإلى حصول هذه الأضرار البليغة. جهود الإنقاذ فعلا يعني بما أن المنطقة كانت مأهولة وفيها سيارات إسعاف، الحكومة والجيش استجابوا بشكل مباشر، ورئيس الوزراء وجه بجميع الوزارات وخاصة وزارة الصحة في السند. طيب قبل أن ينتهي وقتنا أستاذ خالد، اليوم في إقليم السند الباكستاني وتحديدا في مدينة كراتشي كان هنالك خلايا إرهابية تم توقيفها قبل أسابيع، تحدثت عن هذه التوقيفات قوات الأمن الباكستانية، هل تستبعد تماما فرضية عملية أمنية على متن هذه الطائرة؟ والله هذا يعني من المستبعد، لأن حوادث إلى الآن يعني ليس هناك أي معلومات، خاصة أن كابتن الطائرة
قد تواصل مع الطاقم في المطار وقال لهم وسجلوا له آخر عبارة قالها: إنني أفقد السيطرة، المحرك قد تعطل. وهو الذي قرر أن يأخذ هذه الجولة، يعني هو ربما هذا الانفجار حصل لسبب خطأ اجتهاد من الكابتن. أما عن يعني احتمالية حصول عملية أمنية فهذا شيء لا يمكن أن نجزم به أو نقطع به، وخاصة أن الحوادث الطائرات في باكستان، تحطم الطائرات، هي حوادث يعني متكررة منذ عام 2009 إلى الآن. تحطمت أكثر من 5 طائرات مدنية بالإضافة إلى طائرات عسكرية، أيضا حصلت حوادث قبل شهر ونصف، وتحديدا في 20 مارس عام 2020 تحطمت طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية في مدينة إسلام آباد. نعم. أيضا في منطقة يعني قريبة من السكان. الصحفي الباكستاني البراء خالد، كنت معنا مباشرة من استديوهاتنا في إسلام آباد، شكرا جزيلا لك.